هو فيها خالتي. في حاجة كنت عايزة أقولها لك. ما تقول يا خالتي على طول. طب يا جماعة لو هتطولوا كده تعالوا اتفضلوا جوه. تعالوا اتفضلوا جوه. أهلا معلم اتفضل. أنت كريم يا رب. هو فيها يا خالتي؟ أنت مش كنت عاوز تعرف مين أبوك؟ مش عارف يا خالتي، أنا من 10 دقايق كنت عمال أعرف مين الندل ده، بس لما أنت اتكلمت دلوقتي هزيت. أبوك مش نادل، أبوك راجل جدع، أبوك استحمل اللي محدش يستحمله عشان يعطر فيك، أبوك اللي ياما بكر الجلب شنبات، كان بيفرح لنفسه باب الأوضة ويعيط زي العيل الصغير، أبوك قلبه اتفاكر عليك. أنت تعرفه؟ وانت كمان تعرفه، وعلى ما اظن بتحبه. قسما بالله ابوك ما رماك، ابوك قعد مع اللي ما يسواش عشان يعترف فيك، كان بيقعد مع اهلك فين وعارفين انهم بيقلبوه، وكان يفوت بمزاجه، كان في 50% انهم عارفين طريقك بجد. أبوك المكبرات البلد بيقوموا يقفوله، محلوش إلا غيابك. هو أنت أبويا معلم جعفر؟ شفت حد محظوظ أكتر مني؟ أنا أبو المعلم اللي واقف قدامك. زي دي قصة يطول شرحها، عايزة تمثيلية 30 حلقة. طب سبتني ليه؟ بهدلت قهوة من غيري؟ أنا كنت بتنادى باسم أمي في المدرسة. كنت كل يوم بقول لهم إن أبويا جاي بكرة. أنت عمرك ما كنت بتحكي. الكلام القاسي ده ياه. الكلام القاسي اللي عامل زي الدنيا اللي فرقتنا. أنا كمان استحملت. وأنت كريم يا رب. تعرف ان من ساعة ما عرفتك وانا بقيت اغير دعوتي، ان رب لا ابني رب الواد ده يكون ابني، ما تشيلش هم حاجة قبل ما تحلم بالحاجة تكون تحت رجليك. كل حاجة حلمت بيها في حياتي الحمد لله عرفت اجيبها لنفسي، عمري في حياتي ما حلمت بحاجة غير اني اشوفك. انت كداب، كنت عايز تشوف راجل النادي اللي انت لسه كنت بتقول عليه من شويه. المهم القصه دي ما تطلعش برانا احنا الثلاثه. لحد ما اشوف اعمل ايه. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.